محطتنا التالية رح نتجول فيها على معالم من التراث السوري من خلال مهرجان قوس قزح الذي يفتتح اليوم نسخته الثامنة برعاية وزارة الثقافة في دار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة عدة فرق سورية. أكيد رشا، المهرجان أصبح يشكل حالة توثيقية للتراث والفلكلور، يشارك في هذا العام كل من الفرقة الفنية الشركسية وفرقة آمال سوريا للمسرح الراقص وفرقة بارمايا للتراث السرياني والآشوري وفرقة آشتي للتراث الكردي وكارني للتراث الأرمني بالتعاون مع الدكتور عجاج سليم وأعداد ورؤية ضيفنا العزيز الأستاذ إدريس مراد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. سعد صباحك اليوم، صباح. هيك نشاط وفعاليات عندكم، خلينا قبل ما نفوت بتفاصيل الفعالية نحكي بشكل عام عن قوس قزح بنسخته الثامنة. في الحقيقة يعني مهرجان قوس قزح سوريا بشكل عام لها عدة رسائل، يعني من وقت ما بلشت بالاهتمام بالتراث السوري سواء كان غنائي ولا الموسيقي وحتى الراقص، كان من الضروري جدا وخاصة في زمن الحرب على سوريا وتعرض تراثنا إلى السرقات والتشويه، كان من الضروري جدا يكون في نشاط كبير وضخم يهتم بهذا التراث بطريقة لائقة وبطريقة جميلة تتقدم على يعني تتقدم على المسارح السورية وأيضا يتم يعني يتم تقديم هذا التراث بطريقة ممسرحة بطريقة لائقة حتى يشو يعني حتى يشاهده الناس و يعني يكون ضمن أرشيف للتوثيق أيضا ولل والصورة البصرية الجمالية للمتلقي. صحيح. في الحقيقة الرسالة الأساسية مثل ما قلنا هو هذا المسألة الحفاظ على التراث السوري. الرسالة التالية لها علاقة بشيء نحن لما بلشنا فيه حقيقة هذا المهرجان، أنا ماني كثير حابب أحكي بهاي الطريقة اللي بيحكوا فيها الناس كثير، يعني مثل ما عم يقولوا هيك بيبيعوا وطنيات وهيك بس، ولكن هذا العمل هو عمل وطني بامتياز حقيقة، يعني لأنه بالوقت اللي بلشنا فيه بالمهرجان كان حرب ضروس على سوريا حقيقة. صحيح. كانت قذائف كنا عم تنزل على نعم. يعني ب 2016 قدمنا شهداء، مهرجان قوس قزح قدمت شهداء حتى ومع ذلك استمرت، يعني لليوم القذيفة اللي نزلت على فرقة بارمايا قدام سيف الدمشقي لحد اليوم في بعض الراقص الفنانين منهم عم يتعالجوا لليوم، ويومتها كان في شهيد حتى من الجمهور. مع ذلك استمرينا، يعني نحن المصرين كان هو بهذاك الوقت هو هاي اللمة السورية حقيقة. يعني ويعني لنبرهن للعالم هذه الحضارات التي مرت على هذه الأرض، وبالتالي نتجت عنا الكثير من الثقافات وكثير من الموسيقى والثقافة بشكل عام. فالهدف الثاني هو هاي اللمة، اللمة السورية اللي كنا عم نحكي عنها دائما، يعني طالما نحن حكينا أنه نحن بحاجة لما البلد بيتعرض للتفتت، من المفروض نحن الكل يعمل بمكانه انه نجمع قدر الامكان كل ما هي اجمل وسيله للمحاربه بهي الطريقه بالفن تمام. والموسيقى والرقي. خليني هون بس اقطعك، لما نقول تنوع ثقافي تنوع تراثي، يعني عم نحكي عن سرياني ارمني نعم. كردي، هذا التنوع السوري الجميل، يعني اهميه المشاركه هي الفرق بشكل سنوي. نحن من خلال المسرح نقدر نخزن حتى معلومه ثقافيه، يعني صحيح. الناس ما عاد حبت المباشره، الناس بتلاقيها ما عاد توجهت لتقرا، هون في طريقه ورساله هادفه. وعم نقول لك انه تحت الهواء حضرتك مجاهد، يعني مستغمر رغم كل الظروف، نحن عم نحكي يعني اكثر من فرقه عن اكثر من مهرجان،
قديش متعب هذا حتى لكم للفرقة، قديش بياخد مجهود لما نحكي الحفاظ على التنوع الثقافي التراثي السوري؟ يعني هي النقطة الأساسية اللي نحن عم نحكي عنها. تماما، يعني مثل ما قلنا لهذا الموضوع أهمية كبيرة حقيقة. صحيح. بس نحن يعني في الحقيقة يعني للحفاظ على هذه الفرق أيضا مسألة أنه نحن مثلا بالتراث السورياني والآشوري ونحن معنا بكل سوريا ما عدا فرقة بارمالي عم تقدم رأس، فمن الضروري جدا يكون لها نافذة ولو سنوية سواء كان على مسارح دمشق أو على مسارح بعض المحافظات. كمان هذا ضروري جدا مسألة أنه هاي الفرق تستمر بالحفلات، وبالتالي يصير عندها التشجيع لما بتشوف دعم من وزارة الثقافة أو حتى دعم من الأشخاص اللي عم يقوموا بالنشاطات، كان من الضروري جدا. يعني كذلك الأمر فرقة كارني وأيضا فرقة آشتي اللي أساسا يعني فرقة آشتي للتراث الكردي اللي تأسست من عمر مهرجان قوس قزح حقيقة لليوم ما قدمت ولا حفلة خارج نطاق وزارة الثقافة. هاي المسألة كثير ضرورية كمان أنه تفعيلها خارج يعني نبين للعالم أنه وزارة الثقافة والدولة السورية هي الحاضنة لكل الثقافات السورية. هي مسألة كمان ذات أهمية حقيقة، وهذا اللي نحن عم نقدمه. يعني لما من فترة قدمت فرقة آشي بطرطوس مثلا، لما حتى الراقصين ولما ناس بتشوف انه قديش جمهور طرطوس تفاعل مع هاي الفرقه مع هاي الثقافه، بيصير عنده حافز بالانتماء وحافز يعني بكثير. يعني حقيقه لها كثير رسائل هذا المهرجان. ومساله انه نعم يعني لها اهميه كبيره لما عم نشوف هاي هذا التنوع الثقافي على مسرح دار الاوبرا، يعني وخاصة أنه هذا المهرجان هو الأهم والأضخم في العالم حقيقة، يعني مو بس بضخامة الناس الموجودين أو المشاركين، وأيضا في الثقافة اللي عم تقدم فيها التنوع هذا الثقافي الموجود في سوريا مو موجود بأي بقعة من الأرض حقيقة. يعني من كل النواحي إلى أهمية كبيرة. تماما، حكينا عن الفرق اللي حتشارك ضمن المهرجان، ذكرت حضرتك تفاعل الجمهور، خلينا نحكي اليوم كيف كان التفاعل ضمن المهرجان وشو هي العروض اللي حتقدموها؟ يعني سابقا كان في تفاعل كبير رغم مثل ما قلت انه يعني الوضع اليوم قل هذا التفاعل. نعم، يعني اليوم كنت امبارح حتى بدار الاوبرا اثناء بروفاتنا مريت على كاشيرات في اقبال شديد عن هذا على هاي المساله. يعني مساله حتى هاي مساله اللغه ما عم يصير حاجز بينه وبين الجمهور الدمشقي، يعني فالمساله كثير منيحه لما نحن عم نشوف انه في ناس بتجي تحضر، وخاصه مثلا يعني الفرقه جمهور فرقه اي فرقه من الفرق المشاركه مثلا لما بيجي انه هاي الفرقه عم تقدم 10 دقائق فقط، يعني كل فرقه حصتها 10 او 12 دقيقه، فبيجي بيشجع كل الفرق. فكمان هذا مساله كثير مهمه لما بنشوف تفاعل انه عم يجي عم يشاهد كل الفرق وعم يشجع كل الفرق، كمان له اهميه هاي المساله. عموما يعني نحن اخترنا هذا العام بعض اللوحات الجديده، واستشرت في مساله الرؤيه البصريه او الرؤيه حتى بالتقديم، مساله طريقه التقديم سنه راح تختلف عن السنوات السابقه. طبعا شو الاختلاف راح يكون؟ هلا اول شيء الاختلاف في اللوحات والاغاني. نحن بنصر بهذا المهرجان على شغلتين، الشغله الاولى او الشيء الاول انه يكون الرقصات المقدمه او لوحات الراقص اللي عم تتقدم لها علاقه وثيقه بالتراث. صحيح. يعني نحن بنعرف انه التراث السوري الراقص هو تراث حلقي، يعني الدبكه حلقيه، فالدبكات الحلقيه لا يجوز على المسرح يعني تتقدم مثل ما هي. نحن بنحافظ على الحركات الاساسيه، يمكن دمج بين رقصتين او ثلاثه، ولكن الحفاظ على الجمل الأساسية في الرقص. ترافقها موسيقى تراثية؟ يعني هي موسيقى بلاي باك، موسيقى مسجلة مسبقا. هذا اللي بدي أحكي عنه كمان، هي مسألة أنه الجمل الأساسية في الرقص يعني متعلقة بالتراث، وأيضا الأغاني اللي بتتقدم لازم تكون بعيدة عن تشويه التراث، يعني لها علاقة بالتراث وأيضا بعيدة عن النمط يعني مثلا معاصر عن الأورج وهي المسائل. نحن بنحب مثلا اليوم
فينا نقول موسيقى الصافية القديمة. نحن اليوم الختام المهرجان لما بدون يطلعوا كل الفرق على المسرح راح يكون على أغنية لمعن دندشي عمرها حوالي 50-60 سنة. يا طير هاي أغنية يا طير جميلة جدا. ما خضعت الأغاني لتحديث جديد توزيع جديد؟ لا أبدا. أنا دائما بحكي قدامكم حكيت أكثر مرة أنا كثير ضد تجديد التراث. متعصب للتراث وأنا معه للأغاني تماما. يعني أنت تجديد التراث بيصير بتوزيع الموسيقي بتوسيع الكتلة الآلات الموسيقية الموجودة، ولكن يعني بدخول الجاز وهي المسائل أنا ماني كثير معها. صرنا نشوف كثير فرق اشتغلت على تجديد الأغاني التراثية وعملت توزيع جديد، برأيك أستاذ هذا التوزيع بيقلل من قيمة الأغنية أو ممكن يغير كإحساس كمتلقي نحن اليوم نتلقاها أنا شخصياً بشكل سلبي؟ يعني أنا شخصياً كصحفي يعني بكتب في مجال الموسيقى وأيضاً بقدم هذا الشيء على مسارح سورية بحسها جريمة بحق التراث السوري. بس ممكن نحن نقول الشغل بالتوزيع مع الحفاظ على الصورة الأساسية والموسيقى مع اللحن الأساسي، لأنه نحن لما نحكي عن 60-70 بدنا نعمل إعادة تسجيل للنسخ القديمة. مثلا الأغنية اللي بتقدم لمع الدندشي اليوم انت شوف اسمعي موسيقى صحيح. موسيقى جميلة جدا، وأيضا ممكن مثل ما قلت في التوزيع الموسيقي وتوسيع البقع الآلات الموسيقية الموجودة ممكن جدا، ولكن مع الحفاظ على اللحن الأساسي والمقام الأساسي والإيقاع الأساسي. يعني بتشوف أنه لازم تتجدد الأغاني بس ترجع ينعاد يعني تسجيلها مرة ثانية. نحن عم نشتغل حتى بالرأس هي نقطة مش مثل ما عم تحكي حضرتك بالرأس عم نشتغل هيك حقيقة. يعني عم نقدم الجمل الأساسية للرقص ولكن بطريقة ممسرحة، يعني بحيث أنه يكون كل الراقصين وجههم للجمهور. تمام. أكيد بنتشكرك الأستاذ إدريس مراد على وجودك معنا. أنت مو فقط ملحن وصحفي فني، مجاهد في سبيل الموسيقى والحفاظ على التراث السوري. بنوجه تحية لكل العاملين معك ولكل الكادر ولكل الفرق اللي هي مستمرة، ومثل ما قلت هي في رسالة أساساً أساسية. بنتمنى كمان هي الفرق ما نشوفها فقط هون ضمن سوريا وعلى المسارح، نشوفها كمان حول العالم إن شاء الله يا رب. شكراً جزيلاً. شكراً صباحك وشكراً لحضورك اليوم. تمنياتنا لكم التوفيق والنجاح، وتضل رسالتكم خارج سوريا أكيد. شكراً يا هلا.